خسرونا اقرب عارف. فوت فوت والله قهر على 1%. انا يا رجال والله صار في فاكهة بس ما ادري كيف. انا عيوني على الخرد دراجون ما ادري ليه. كان يسحب يا ابوي. اوكي صوله ثاني كويس مع انه زبال يقهر ما ادري ليش يموت ناصر. لو انه مات كان فزنا. وش اللي لو وش اللي لو منصور انا شفت لانه ما مات كان قتلناه لانه مات وشال اللي معه وشال مدري مين لا ابو عامر اظن مات وجاب العيد لكن وشال اللي معه لا والله ما مت قهر والله ايش هو؟ سبيد لايت طيب سويت انا عندي لايت سنجل هيليت ترجر مثلا ايوه طيب نبني لا نبني نيب على كل حال نيب على كل حال تكون معي نيب على كل حال والله دقيقة بس معلش معلش ربها انشغل بيه اي عندي عندي بس انا كل شويه تلقاني افكها على طول وقت زنق وقت شيء انا افكها على طول ما اخليها هذا وقت زنق فيه اوكي ما في ما في خلاص ما هنا ما في تركب انا فاهم فاهم انت قصدك بعد ما ينزاك على طول سويها لها انا طيب اللي كم تسوي يعني هي تقريبا تخلص تقريبا 14 ممكن يجي بس انا اركز عليه تستهبل انا 1500 2000 تزق من يومنا عند السي سي قريب سي داخل هاي لو بس هو الطمع مساك من ضربك
لا لا الكاست 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 ما انضرب خشب يعني الكاست عندي موجود انا باي ضربتها بس ما ادري ما في ما في مستوى مستوى كم شوك شوك انا البعيدة اللي عند البيت اقسم بالله ضغط نفسي يا عبد الرحمن هذا جنبه اعطيني مانا صواب يا الاثنين حاول قربوا عيال بلا النص يعني هي بتقدرون غلط لا ما اشوف عندي حقه
عن ام الخمر حقت الكتب هذه. هذا يجيب العيد هنا. جسد كاس مبروك 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 يا كم تبي استحسن؟ كم؟